هذا وأعلن الناطق الرسمي باسم اللجنة المشتركة لرصد ومتابعة تفشي وباء كورونا جمال فرار ارتفاع حصيلة المصابين إلى 230 حالة مؤكدة دون تسجيل حالة وفاة جديدة، وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال من نهار اليوم. إلى من بداية الشهر في فبراير إلى الحد الآن تم تسجيل 230 حالة مؤكدة، منها 125 حالة في ولاية البليدة، ما يعادل 54% من مجموع الحالات. واليوم تم تسجيل 29 حالة جديدة مؤكدة، ولم يتم أي تسجيل أي وفاة اليوم. ويجدر الإشارة أن 90% من حالات المؤكدة حالات مستوردة، خاصة من أوروبا ومن إسبانيا وفرنسا وأيضا من العربية السعودية خلال العمرة. وسجلت الحالات على مستوى 25 ولاية، منها 68% من الولايات سجلت حالة أو حالتين فقط. توزيع الحالات حسب الجنس هي كالتالي: 117 حالة تخص الرجال و112 امرأة. تقريبا 30% تخص الأشخاص أكثر من 60 سنة في العمر. عدد الوفيات لم يتغير، بحيث لم نسجل أي وفاة اليوم، فهو 17 وفاة، منها 8 على مستوى البليدة، ما يعادل 47% من مجموع الوفيات. وتجدر الإشارة أن حالات الوفيات المسجلة هي حالات كانت تعاني من أمراض معقدة ومزمنة، حيث أنها توفيت بمجرد وصولها للمستشفى قبل أن تخضع للعناية المركزة والإنعاش الطبي، ومنها بعض الحالات التي توفيت في المنزل قبل الوصول إلى المستشفى. 23 حالة يعني هي تمت امتثلت للشفاء وغادرت المستشفى، وحاليا في 322 حالة مشتبهة موجودة حاليا بالمستشفيات في انتظار نتيجة التحاليل. يبقى قطاع الصحي مجند في أعلى مستويات التأهب لوضع حد لهذا الوباء، ولتفادي انتقال العدوى نؤكد مرة أخرى على ضرورة المكوث في البيت والخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك يسمح لفرد واحد من العائلة. وشكراً.